يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند، أولى حلقات هذا الأسبوع، بالتالي حلقة غاية في الأهمية لأن عندنا فيها كلام كتير جدا جدا بالتحديد بخصوص النادي الأهلي، وبالتحديد كمان بخصوص الفريق الأول لكرة القدم اللي بيفرحنا واللي ماشي بشكل ممتاز في مختلف البطولات، وأخرها بطولة دوري أبطال أفريقيا والتأهل لدور نصف النهائي على حساب سان داونز بالأمس بعد مباراة كبيرة أداها النادي الأهلي ومديره الفني تحديدا اللي عندنا عليه كلام كتير جدا جدا، والمباراة اللي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بعد ما كان فاز الأهلي في القاهرة بنتيجة 2-0، بالتالي كلام كتير جدا هيكون بخصوص كمان استعدادات النادي الأهلي لمباراة نهضة بركان في يوم الجمعة القادم وبطولة السوبر الأفريقي، بطولة غاية في الأهمية واستعدادات هتكون مهمة جدا جدا، وهنتابعها معاكم لحظة بلحظة في مختلف حلقات الترند على مدار هذا الأسبوع. لكن مهم قوي تواصل حضراتكم معانا كالعادة من خلال سؤال الحلقة، والنهاردة عبارة عن رسالة تقدروا توجهوها لنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام، وإيه رسائلكم للاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومواجهة كمان فريق الترجي التونسي هيكونوا مباراتين غاية في الصعوبة، لكن الأهلي قد التحدي إن شاء الله ويفرح جمهوره بالتأهل للنهائي ومن ثم تحقيق اللقب المنتظر بإذن الله تعالى. لكن دايما في البداية بيكون في عناوين مهمة نشوفها في ترند الأهلي. بعثة الأهلي تغادر إلى قطر. إقامة السوبر الأفريقي بحضور جماهيري. وأخيرا اعتذار رسمي من سان داونز للأهلي. طيب النهاردة في مباريات كتير جدا مهمة في مختلف الدوريات، وهي ختام الدوريات دي سواء الدوري الإنجليزي الدوري الأسباني الدوري الإيطالي، وهتكلم مع حضراتكم في كل هذه المباريات ومدى أهميتها لكل الفرق بالتحديد ليفربول. فنبتدي بالدوري الإنجليزي. النهاردة المباريات كلها أو الجولة كلها تتلعب في توقيت واحد الساعة 5، من دقائق قليلة جدا أو من لحظات ابتدت الجولة الأخيرة، الجولة رقم 38 في بطولة البريمير ليج بمباريات عديدة، وهي أرسنال هيواجه برايتون، أستون فيلا مع تشيلسي، ليدز يونايتد مع ويست بروميتش ألبيون، ليستر سيتي مع توتنهام، ودي مباراة مهمة. ليستر سيتي هيحاول يكسب وفي نفس الوقت ينتظر تعثر ليفربول أمام كريستال بالاس. زي ما قلت لكم كده ليفربول هيلعب كريستال بالاس في نفس اللحظات، وهي مباراة مهمة ليفربول علشان نجمنا المصري محمد صلاح اولا بيسعى للتأهل للتشامبيونز ليج، فمهم قوي ان هم يفوزوا في مباراة النهارده واللي بتتلعب في الانفيلد، فالفرص بالنسبة لهم جيدة لان ما فيش خيار اخر غير الانتصار. الجزئية الاخرى تتعلق بمحمد صلاح وهي منافسته على الحذاء الذهبي وهداف الدوري الانجليزي، ومنافسة قوية جدا مع هاري كين نجم توتنهام، ومبارياته الاخيرة كمان هاري كين بالتحديد مع توتنهام اللي هيغادر نهاية هذا الموسم او مع نهاية هذه المباراة، فبالتالي كل لاعب فيهم عنده 22 هدف. نتمنى كل التوفيق لمحمد صلاح في مباراة النهارده ويقدر يفوز بالحذاء الذهبي باذن الله تعالى. من ضمن كمان المباريات في الدوري الانجليزي، البطل مانشستر سيتي بيقابل ايفرتون، ويست هام يونايتد مع ساوثهامبتون، شيفيلد يونايتد مع بيرنلي، فولام مع نيوكاسل، ولفرهامبتون مع مانشستر يونايتد. ده بخصوص الدوري الانجليزي. اما فيما يتعلق بالدوري الاسباني ففي مباريتين في ختام الجوله الاخيره من الدوري الاسباني، اللي فاز بيه اتلتيكو مدريد بالامس بشكل رسمي بعد منافسه كانت قويه سواء مع ريال مدريد او مع برشلونه، لكن المنافسه بالتحديد في الجوله الاخيره كانت مع ريال مدريد. لكن مباريتين النهارده ما بين غرناطه وختافي الساعه 6:30 والساعه 9 بالليل، اشبيليه مع ديبورتيفو الافيز في الدوري الاسباني. طيب بخصوص الدوري الايطالي ففي مباراه اتلعبت خلاص وهي ايضا اخر جوله في الدوري الايطالي. الانتر فاز على اودينيزي بنتيجه 5-1. الانتر طبعا هو بطل الكالتشيو هذا الموسم باداء مبهر ونتائج عظيمه جدا جدا، وقدروا ان هم يرجعوا اللقب ده تقريبا بعد حوالي غياب 10 سنوات. في تمام الساعه 9 الربع هيكون في عدد من المباريات، بولونيا مع يوفنتوس، وهي مباراه غايه في الاهميه لليوفي في اطار المنافسه على التاهل للتشامبيونز ليج. اليوفنتوس دلوقتي في المركز الخامس واحنا عارفين ان اول اربعه
في الدوريات الأوروبية الكبرى بتأهلوا مباشرة للتشامبيونز ليج، فبالتالي اليوفنتوس بينافس نابولي وميلان، نابولي صاحب المركز الثالث وميلان صاحب المركز الرابع. مطلوب من يوفنتوس ان هم يكسبوا وينتظر تعثر نابولي او ميلان علشان يتأهل مباشرة للتشامبيونز ليج. واتلانتا خلاص ضمن التأهل بشكل رسمي. اتلانتا هيلعب ميلان، فهي بالتالي مباراة مهمة جدا لميلان عشان يحافظ على فرصه في التأهل للتشامبيونز ليج. نابولي مع هيلاس فيرونا، تورينو مع بنفنتو، ساسولو مع لاتسيو، واخيرا سبيزيا مع روما الايطالي. ده بخصوص مختلف الدوريات الاوروبيه المختلفه الكبيره، وبالتحديد اخر جوله في كل هذه الدوريات. لكن عندنا كلام كتير قوي وتفاصيل مهمه قوي هنتكلم فيها بخصوص النادي الاهلي، بس بعد الفاصل استنونا. في الحقيقه لازم نبقى مدركين كويس قوي قوي صعوبه المرحله وانجازات النادي الاهلي في المرحله دي. هتقولي الاهلي لسه ما حققش حاجه، الاهلي ما خدش بطولات في الموسم ده، لسه في بطولات ما خلصتش، انت مقبل على بطوله كمان مهمه. اوكي متفق معاك، لكن في نفس الوقت انت في عقبات غايه في الصعوبه انت بتقدر تتخطاها، عقبه تلو الاخرى، بتقدر تكسب وبتقدر تعدي رغم الظروف الكتيره جدا اللي كان بيتعرض ليها النادي الاهلي. بالتالي اللي بيحصل ده انجاز. انجازات النادي الاهلي وثقافه النادي الاهلي بتتمثل في القاب ماشي، لكن ان انت الفتره اللي فاتت دي بصعوباتها، سواء بقى عندك ايه ضغط ماتشات غير طبيعي، اكتر فريق في العالم تقريبا بيلعب ماتشات، هتقول لي ما كل الفرق مضغوطه في الماتشات، لا الاهلي اكتر، لان الاهلي بيلعب في بطولات اكتر، الاهلي عنده عدد ماتشات كتير كتير جدا جدا جدا، فانت ضغط ماتشات واصابات وظروف تتعلق بالتحكيم وامور كتير جدا جدا مر بيها النادي الاهلي على مدار الشهر ونص تقريبا اللي فاتوا. ايه اللي خرج بيه النادي الاهلي لحد اللحظه دي وقبل مباراه السوبر من الشهر ونص دول او من المرحله الصعبه دي؟ رقم واحد لو هنتكلم على الدوري، النادي الاهلي ما شاء الله لا قوه الا بالله ماشي في الدوري بشكل ممتاز ممتاز، ولما بقول ممتاز بقارن بالصعوبات اللي بيمر بيها الفريق وبالغيابات بالفرق الثقيله اللي بتلعبها بكل الظروف بكل الظروف. فانت في بطوله الدوري تكسب مؤجلاتك تبقى الاول، مفيش مشكله في كده خالص، ادي رقم واحد. رقم اتنين، انت وصلت نصف نهائي دوري ابطال افريقيا في منافسه كانت صعبه جدا جدا مع فريق صن داونز، وهنتكلم عن المباراه دي تحديدا كمان شويه. فادي نجاح تاني او جزئيه تانيه النادي الاهلي قدر ان هو ينجح فيها. مش الطموح خالص بالنسبه لنا ان احنا نوصل نص نهائي بس، لا طبعا احنا عارفين طموح النادي الاهلي ايه، وطموح الاهلي مختلف عن اي طموح في اي حته تانيه انتوا عارفين، طموح الاهلي بطوله. تالت حاجه واللي احنا منتظرينها السوبر الافريقي. تختم الشهر ده بكل المكاسب دي باذن الله تعالى، يوم الجمعه نكسب السوبر فتبقى عديت اصعب مراحل الموسم. وعديتها بتفوق بتفوق بسبب كل اللي انت مريت بيه على مدار الشهر والنص اللي فاتوا. ظروف كلنا عارفينها، فبالتالي اللي بيحصل ده انجاز كبير جدا للجهاز الفني للاعبين لاداره النادي الاهلي اللي هي في ظهر الفرقه دائما وابدا وبشكل ممتاز في الحقيقه. فبالتالي كل التحيه والتقدير للمنظومه بالكامل وللفرقه اللي عامله مجهود عظيم قوي واللي بتفرح جمهور النادي الاهلي في كل مكان. طيب هتيجي تتكلم معانا على موضوع اداء النادي الاهلي وان الاداء مش قد كده وفي بعض اللاعبين مش في مستواهم وان في يعني المفروض الاهلي يلعب بشكل جمالي افضل من كده. عزيزي لازم لازم تكون بتقرا المرحله بطريقه صحيحه. مستحيل مستحيل ان انت في كل الصعوبات دي وفي ضغط الماتشات ده والكم الهائل من الاصابات اللي كانت موجوده ان انت تتكلم في اداء. طبعا كلنا نتمنى الاهلي يلعب بأداء كويس ونتائج كويسة، ده طبيعي، لكن في ظل مرحلة صعبة زي دي طبيعي قوي قوي ان انت ما تلاقيش أداء. لكن الأهم بالنسبة لي انا ايه، انا عايز ايه الناتج، الناتج اللي هو النتيجة اللي تأهلني اللي تعديني مراحل اللي توصلني لمباريات حاسمة في بطولات مختلفة. الأهلي السنة اللي فاتت واخد كل البطولات ما شاء الله، انت السنة دي خسرت اي بطولة؟ ما خسرتش اي بطولة، بالعكس انت بتنافس على كل البطولات، دوري كاس مصر، دوري ابطال افريقيا، السوبر كمان الافريقي باذن الله. باذن الله تقدر تتاهل كمان لكاس العالم للانديه، فتبقى الموسم الثاني على التوالي بتحقق نفس الانجازات هي هي، فده امر ممتاز جدا جدا.
فطبيعي قوي ان احنا المرحله دي بنفكر في ايه؟ نتيجه. احنا مش عايزين غير نتيجه من ابطال النادي الاهلي، هم فعلا ابطال، فريق بطوله، فريق بطوله. فشابو ليهم وتحيه كبيره جدا ليهم. بالتالي انا عايز اتكلم عن مباراه امبارح، مباراه سان داونز، ومحدش يقدر يختلف اطلاقا اطلاقا على مدى قوه فريق سان داونز في جميع الجوانب، بدنيه ومهاريه، فريق متكامل، فريق ممتاز، عنده مدير فني محترم، فريق قوي جدا، من اصعب الفرق في البطوله. حد يختلف على كده؟ لا طبعا، ان لم يكن اصعبهم كمان. فريق متكامل، قدرت تلعب معاه بشكل تكتيكي اكثر من رائع. مش امبارح بس بقى، لا ده المباراه الاولى كمان. هتقول لي احنا جبنا جون بغلطه حارس في اخر المباراه الاولى، هي دي كره القدم. لكن انت في نفس الوقت ما استقبلتش اهداف، في نفس الوقت انت حافظت على شباكك نظيفه، وده كان مفتاح التاهل لدور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. فالجوانب التكتيكيه دي لازم نشكر فيها مين، ولازم نحيي فيها مين؟ مستر بيتسو موسيماني، مدير فني بياخد انتقادات بشكل كبير جدا لحد امبارح والله. يعني حتى لما الاهلي تاهل وتاهل عن جداره واستحقاق وبشكل كويس في مباراه الاياب، طلع بعض الزملاء الاعزاء الاعلاميين بيحاولوا يدوروا اي غلطه على موسيماني، اللي قال لك ما ينفعش يقول تصريح مش عارف ايه، واللي قال لك موسيماني مدرب على قده ايه، للاسف يعني. وده بقى امر معتاد احنا متعودين عليه، بما انه مدرب في النادي الاهلي، وبما ان ده النادي الاهلي فطبيعي النادي الاهلي لازم بيكون عليه كلام كتير جدا، لكن دايما برضه بيبقى الاهم في الاخر ايه؟ النتائج. فبالتالي مستر بيتسو موسيماني الراجل محقق لنا كل النتائج المرجوه، مفيش اي مباراه كبيره الراجل ده تقريبا لعبها غير لما كسبها او ما خسرش كمان فيها، عشان يبقى كلامي واضح. ما خسرناش اي مباراه كبيره، بننافس على كل البطولات، مدير فني يعني بلغه الكوره كده صايع كوره، بيعرف يتعامل نفسيا مع الاعلام، مع اللعيبه، مع الفرق اللي بيقابلها بشكل ممتاز، فبالتالي بيقدر يحقق المطلوب منه. فانت مش عايز منه اكتر من كده، عايزين حاجه واحده، الاداء بس، مش دلوقتي، مش طالبين الاداء ده دلوقتي خالص، احنا عايزين دلوقتي نتائج. فالراجل بصراحه عامل شغل ممتاز، عامل شغل ممتاز. طيب ممكن البعض يقول لك برضه احنا عندنا لعيبه يعني مش جامدين او مش بيمروا بافضل مستوياتهم. متفق معاك، ممكن يكون عندك مجموعه لسه مش في مستواها، بعيد عن مستواها شويه، لكن الشخصيه بتاعت البطل موجوده، شخصيه لاعب النادي الاهلي موجوده. طبيعي جدا، طبيعي جدا انت تلاقي ضربات في المستويات، لكن في نفس الوقت الشخصيه سواء عند اللعيبه او عند المدير الفني موجوده. مدير فني خلي بالك ده بيمرن النادي الاهلي، جه على بطولات، على جه على دوري ابطال افريقيا نص نهائي، على كاس مصر نهائي، على حاجات كده، يعني مفيش فتره اعداد ولا في اي حاجه يقدر يعد من خلالها اللاعبين او يوصل لهم افكارهم او الشكل اللي هو عايز يلعب بيه. ممكن البعض كمان يقول لك ايه، هو ممكن موسيماني يكون مدرب بس تكتيكي ما بيلعبش كره جماليه؟ لا، الراجل ده بيلعب كره جماليه لما كان في سان داونز، لما كانت الامور مهيئه ليه. لما الامور تبقى مهيئه هتلاقي الكره الجماليه اللي انت بتنتظرها كمشجع ومحب للنادي الاهلي. فلما هتيجي تقارن بقى الفرقه الحاليه للنادي الاهلي، الجيل الحالي للنادي الاهلي، وهل هو عنده شخصيه النادي الاهلي ولا لا، بجيل قبل كده عظيم اللي هو جيل ابو تريكه وبركات واسلام الشاطر ووائل جمعه وعماد متعب والناس دي، ده جيل عظيم ما حدش يقدر يختلف، في قدرات كبيره جدا عندهم مش موجوده عند اي جيل حاليا في اي نادي في الدنيا، في مصر تحديدا. لكن في نفس الوقت الشخصيه موجوده عند اللعيبه الموجوده في النادي الاهلي. اللعيبه الموجوده دلوقتي في النادي الاهلي جابت دوري ابطال افريقيا بعد غياب. اللعيبه اللي موجوده دلوقتي في النادي الاهلي اول مشاركه ليها في كاس العالم، اول مشاركه ليها جابت ثالث كاس عالم، ميداليه برونزيه. رغم ان الجيل العظيم بتاعنا في ثاني مشاركه جاب البرونزيه، اول مشاركه طلعنا الاخير. وده كان طبيعي ما فيش خبرات، لكن دول رغم ان ما كانش في خبرات في كاس العالم، خبراتك كانت قليله او كان في خبرات عند المدير الفني بس، قدرت انك ايه؟ تاخد الميداليه البرونزيه. الجيل الحالي كمان بيوصل لنص نهائي دوري ابطال افريقيا. الجيل الحالي كمان رغم الانتقادات اللي بتوجه له، وسواء هو او المدير الفني كفريق او مدير فني، ان شاء الله باذن الله يفرحونا يوم الجمعه بالسوبر الافريقي. فهي كلها انجازات عظيمه جدا وبتحصل بمسانده الجمهور، جمهور النادي الاهلي اللي دايما في ظهر فرقته ايا كانت ايه الظروف، ايا كانت الازمات، واللي عنده قدر كبير جدا من الوعي بخصوص اي هجوم بيحصل على النادي الاهلي او بخصوص الظروف اللي ممكن يكون بيمر بيها الفريق بشكل طبيعي. انا عايز اوريكم ثقافه النادي الاهلي في الفيديو اللي جاي ده، التفكير في النادي الاهلي ازاي والعقليه في النادي الاهلي ازاي. نشوف فيديو كابتن سعيد عبد الحفيظ ونرجع نعلق. يلا. ماشي، وحاجه حلوه ان شاء الله.
كاب سيد. عندنا بطولة غايبة بقالها 7 سنين، لسه مخلصين ماتش سان داونز، لسه متأهلين لنصف نهائي دوري الأبطال، وفرحة كبيرة جدا طبعا، لأن أنت عديت فريق قوي زي فريق سان داونز، لكن في نفس الوقت أنت خلاص دي مرحلة وخلصت، مباراة وانتهت، بتقفل صفحتها وبتفكر في البطولة اللي أنت داخل عليها. هي بطولة من مباراة واحدة، أنت محتاج أنك تفوز بيها، بقالك 7 سنين ما بتكسبهاش، فهي دي الثقافة اللي موجودة مش بس عند الكابتن سيد عبد الحفيظ، هي موجودة عند اللعيبة وعند جمهور النادي الأهلي وعند كل المنظومة بشكل كامل، وده سر من أسرار نجاح النادي الأهلي دائما وأبدا. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق في مباراة السوبر إن شاء الله بإذن الله يوم الجمعة. من المكاسب برضو المهمة إن أنت بيرجع لك عدد كبير من اللعيبة المصابة، أبرزهم علي معلول وحمدي فتحي، الاثنين جاهزين خلاص لمباراة السوبر. القائمة بتاعت الإصابات تكاد تكون خالية من الإصابات، مفيش غير مروان محسن اللي عنده كدمة في الركبة، سعد سمير خف خلاص، كريم نيدفيد ومحمد محمود المرحله اللي جايه ان شاء الله يكونوا موجودين، فربنا يحفظ الجميع طبعا، وان شاء الله باذن الله يكونوا كلهم جاهزين لمختلف التحديات. طيب خلينا نروح نشوف مواعيد مباريات الاهلي والترجي، مباريتين الذهاب هيكون في تونس الاول احد ايام 18 او 19 يونيو، مباراه هتكون في رادس، ومباراه الاياب هتكون احد ايام 25 و26 يونيو في القاهره باذن الله، دور نصف النهائي من دوري ابطال افريقيا. في الجانب الاخر هتكون مباراه الوداد وكايزر تشيفز الجنوب افريقيا، اعتقد فرص الوداد عاليه جدا لان فريق كايزر تشيفز صعد بصعوبه، رغم ان هو فاز على ملعبه 4-0 لكن خسر خارج ملعبه من سيمبا 3-0، كان ممكن كمان يتعادل سيمبا ويلعبوا ضربات جزاء فكان ممكن يقصى من البطوله، فطريق الوداد سهل، طريق الاهلي والترجي هيكون غايه في الصعوبه، ان شاء الله باذن الله الاهلي هو اللي يتفوق ويوصل للمباراه النهائيه. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نتكلم في اهم اخبار النادي الاهلي، يلا بينا. طيب من ضمن الاخبار المهمه النهارده، نادي سان داونز اصدر بيان بيعتذر فيه للنادي الاهلي عن بعض التصرفات اللي صدرت من خلال بعض مشجعي النادي الجنوب افريقي، وقالوا ان النادي تابع سلوك بعض مشجعيه قبل مباراته ضد الاهلي، وهو سلوك غير مقبول ولا يعكس النزاهه والاحترام والتآخي والقيم التي نطبقها. تلقينا شكاوى من المشجعين بشان بعض السلوكيات والاهانات، ولكن جمهور سان داونز تحت كل الظروف لا يجب عليه اظهار عدم الاحترام او الاهانات او يتعامل بالسلوك الذي حدث، وعليه ان يظل دائما مطبقا لقيم ومبادئ النادي. اي نادي عنده قيم ومبادئ هتلاقيه ناجح، عشان كده بتلاقي سان داونز بيوصل لادوار كويسه في البطوله وبينافس على بطوله كبيره زي دوري الابطال، تلاقي نادي زي النادي الاهلي بينجح دايما بيوصل للنهائيات، فدي امور بتبقى مهمه لاي نادي بشكل عام. وقالوا كمان ان هم يعني هيفتحوا تحقيق ويشوفوا الاجراءات اللي هتتاخد ايه ضد المشجعين اللي يعني صدر من خلالهم سلوك لا يليق ابدا. طيب ده فيما يتعلق ببيان سان داونز واعتذاره للنادي الاهلي. خلينا كمان نطمن على البعثه، بعثه النادي الاهلي غادرت النهارده جوهانسبرغ عاصمه جنوب افريقيا في طريقها للدوحه استعدادا للسوبر الافريقي، اتحركوا الساعه 11 صباحا زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه، وهيوصلوا أسوان ترانزيت لمدة ساعة عشان الطيارة تزود بالوقود، وبعد كده اتحركوا مباشرة، يعني هم هيوصلوا الساعة 8 بإذن الله سالمين لأسوان، بعد كده اتحركوا الساعة 9 عشان يوصلوا تقريبا الساعة 12 ونص صباحا للدوحة، ومن بكرة بإذن الله يبتدي الاستعداد ل مباراة نهضة بركان. بالمناسبة مباراة غاية في الصعوبة، ممكن في ناس كتير متابعة نهضة بركان مش ماشي بالشكل الجيد في الدوري المغربي، ما بيمرش بأفضل ظروفه، لكن دي مباريات كؤوس، كل الكلام ده مش مقاييس إطلاقا إطلاقا، فرقة كبيرة لها احترامها، بطلة الكونفدرالية، فبالتالي المنافسة هتكون صعبة جدا، إن شاء الله الأهلي يكون موفق. جمهور كمان جنوب افريقيا دعم مؤمن زكريا، وده لما كانوا متواجدين في المطار بيودعوا النادي الاهلي واحتفلوا على طريقه مؤمن زكريا. طبعا مؤمن زكريا احد النجوم الكبار اللي بنتمنى له دايما الشفاء العاجل ويرجع لمكانه باذن الله تعالى.
كمان الجاليه المصريه وجماهير جنوب افريقيا كانوا متواجدين في المطار زي ما قلت لكم عشان يودعوا البعثه، وكانوا حريصين جدا على التقاط الصور التذكاريه مع الكابتن محمود الخطيب وبيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي، وكتبوا بعض اللافتات التشجيعيه للاعبي النادي الاهلي قبل السفر لقطر عشان نلعب مباراه السوبر. كمان رئيس الجاليه المصريه في جنوب افريقيا اللي هو الاستاذ محمد سعد، والراجل ده في الحقيقه بيعمل مجهودات عظيمه جدا جدا لما يكون النادي الاهلي موجود في جنوب افريقيا، كان حريص قوي ان هو يكون معاهم في مقر الاقامه ويوصلهم لحد المطار عشان يعني يسهل اي عقبات واي اجراءات اداريه خاصه بالسفر، فده امر جيد ويحترم بكل تاكيد. الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي ليه بعض التصريحات، وبصراحه الراجل ده يا جماعه ما فيش سفريه انا كنت موجود فيها او هو سافر فيها غير لما الاهلي كان بيكسب يعني، فالراجل ده دايما وشه حلو على الاهلي، هو ان شاء الله اعتقد اكيد يعني مسافر على قطر كمان ان شاء الله يرجع بالسوبر مع كابتن محمود الخطيب والجهاز الفني واللاعبين ان شاء الله عشان يفرحوا كل الاهلاويه. وكان ليه تصريحات قال ايه، قال لعبوا الاهلي رجاله وجمهور الاهلي يستحق الفرحه. طبعا الجمهور يستحق الفرحه لان هو اكبر داعم لكيان النادي الاهلي، لكن فعلا فعلا لعبوا النادي الاهلي كانوا رجاله بشكل ملحوظ وقدروا ان هم يحققوا المطلوب. اخيرا اخيرا عشان اختم اخبار سريعا، موسيماني هيجتمع مع جهاز المعاون عشان يحضروا الفريق نهضة بركان وازاي نواجهه في مباراة يوم الجمعة، وكمان في مسحة طبية لبعثة النادي الأهلي أول ما يوصلوا بإذن الله للدوحة علشان بعد المسحة دي يخشوا في الفقاعة الخاصة بهم على غرار ما حدث في كأس العالم للأندية، وده أمر متبع طبقا للبروتوكول الطبي في قطر. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. دي كانت بعض الأخبار الهامة جدا اللي بتخص النادي الأهلي. هروح لفاصل سريع وبعدين نرجع نكمل، يلا. طيب زي ما احنا عارفين الاهلي في طريقه لقطر باذن الله يوصلوا بالسلامه، لكن اكيد في استعدادات مهمه قوي لاستقبال بعثه النادي الاهلي هناك علشان الاهلي يستعد لمباراه يوم الجمعه امام نهضه بركان المغربي، وهي مباراه بطوله بكل تاكيد وبطوله مهمه جدا الاهلي من خلالها بيحاول يزود رصيده من البطولات القاريه بكل تاكيد. علشان كده معانا في هذه اللحظات عبر سكايب الاستاذ محمد الجزار الناقد الرياضي الكبير علشان نطمن من خلاله على كل الاستعدادات اللي بتتعلق باستقبال بعثه النادي الاهلي. يا استاذ محمد اهلا بيك منورنا. اهلا بيك امير وكل مشاهدين قناه النادي الاهلي، وسعيد جدا بالاطلاله ديت، والحقيقه هنفتقدك في تغطيه اخبار النادي الاهلي. الحقيقه عملت تغطيه مميزه جدا رغم ان احنا ما قدرناش نشوفك في الدوحه في المونديال، لكن ان شاء الله البركه في اللي موجودين، وكالعاده باذن الله الاهلي يفرحنا ويطلع بافضل صوره ان شاء الله. تسلم لي يا جزار، وطبعا زمايلي اللي هناك هيقوموا بالواجب على اكمل وجه وان شاء الله ينقلوا كل حاجه بتتعلق بالفريق لحظه بلحظه، لكن عايز استغل وجودك معايا طبعا بما انك ناقد رياضي كبير ومتابع لكل الاخبار اللي سواء بتتعلق بالنادي الاهلي او اللي بتتعلق كمان بمباراه السوبر الافريقي، فبالتالي قول لي الاستعدادات لاستقبال بعثه النادي الاهلي هتكون ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه يمكن امير رغم ان اجازه العيد خلصت والعيد كان من فتره، لكن بالنسبه لنا هنا في قطر وخصوصا جمهور النادي الاهلي لسه العيد هيبدا يوم النهارده بالليل ان شاء الله فور وصول بعثه النادي الاهلي. الكل الحقيقه بيترقب وصول النادي الاهلي وفرحه كبيره جدا زينها واضاءها قرار اللجنه المنظمه باقامه المباراه بدون جمهور، حتى وان كان العدد لن يزيد بالنسبه لجمهور الاهلي عن 2250 لان سعه الاستاد 15000 وتم تخصيص 30% زي مونديال الانديه بالزبط. لكن الملعب اللي هتقام عليه المباراه ده استاد جاسم بن حمد سعته اقل شويه 15000، لكن زي ما انت عارف واحد بس او 100 او 1000 من جمهور النادي الاهلي بمليون، فان شاء الله يكون صوتهم عالي طبعا هيفرقوا كتير جدا. بالنسبه للاستعدادات الحقيقه يمكن الموضوع كورونا عامل قلق شويه، ويمكن انت امير شخصيا كنت موجود وشفت نظام الفقاعه بيبقى ممنوع الاقتراب والتصوير من البعثه ومن الفرقه مفيش الكلام مفيش هزار، فالبعثه ان شاء الله هتوصل الساعه 12:30 بتوقيت القاهره ازيد ساعه بالنسبه لتوقيت الدوحه، وحتى في تشديدات ان ما يكونش فيه اقتراب من اللعيبه ولا اختلاط في المطار، فالبعثه هتيجي ان شاء الله يمكن الوقت متاخر كمان شويه والناس بيبقى عندها اشغال الصبح، فهيبقى موضوع الاستقبال مش زي ما كان الوضع مش هيبقى في يعني جمهور في المطار على غرار كاس العالم للانديه لما وصل الفريق.
لا، كانت التجهيزات معموله والموافقات الامنيه والترتيبات تمام. من وقت بدري، لان كمان الفرق والاختلاف امير عشان نوضح للناس اللي الفتره ما بين مونديال الانديه وما بين الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. دلوقتي احنا لسه ما زلنا في فتره اغلاق عام في قطر بسبب تداعيات الانتشار فيروس كورونا، وده بدا قبل شهر رمضان المبارك، لان حالات الاصابات بفيروس كورونا كانت مرتفعه جدا وزادت، وكانت قريبه من 1000 حاله في اليوم، وده عدد كبير بالنسبه للتركيبه السكانيه هنا. لكن تمام. الحمد لله من خلال الاغلاق بدا المنحنى التدريجي ينزل، ووصلنا ل 200 او 250 حاله في اليوم، فده اللي دفع وزاره الصحه العامه والمسؤولين هنا في قطر ان هم يقللوا او يفتحوا الامور تدريجيا ويبدا الاغلاق يقل. فكان القرار ان مباراه السوبر تكون بجمهور، والحقيقه رابطه النادي الاهلي من هنا والناس بذلوا مجهود كبيره جدا، لان الاتحاد الافريقي كان قافل خالص الموضوع وكان رافض ان يكون في حضور جماهيري، لكن الحقيقه الناس اصرت، وده يحسب ليهم، بنشكرهم طبعا. طبعا عليه، لان ده في شكل كويس اولا للتنظيم، وفي شكل كمان لمباراه السوبر الافريقي والكاف، وكمان للنادي الاهلي والفريق المغربي. باذن الله الجمهور يكون عامل كويس بالنسبه للنادي، اللي على فكره النادي الاهلي كمان هيدخل في فندق غير الفندق الاساسي اللي أكيد. هيكون مقيم فيه فريق نهضه بركان لمده يوم واحد بس 24 ساعه، لان كان من المفترض ان النادي الاهلي يوصل يوم 25، لكن زي ما حضرتك عارف الاداره قررت ان السفر يكون مباشر من جنوب افريقيا لتقليل الاجهاد على اللاعبين. لكن برضو للتاكيد وعشان اتفضل. الناس تبقى واخده بالها، ان الفندق اللي الاهلي هيقعد فيه 24 ساعه هيكون خاضع للفقاعه الطبيه وتحت رقابه الاتحاد داخل الافريقي الفقاعه في الكاس. كل الاحوال، انت كده كده من مجرد ما توصل المطار لغايه لما ترجع المطار باذن الله، وانت راجع بالبطوله ان شاء الله يوم الجمعه او السبت، هتبقى في الفقاعه، ما فيش اي خروج منها يعني، او ما فيش اي لا، لان تهاون في الامور دي. بعض الناس توقعت ان الاهلي هيقعد، طالما لسه هينقل لفندق تاني بعد 24 ساعه فالامور هتكون مفتوحه، لا لكن لا لا، احنا بناكد عليهم ان ممنوع الاقتراب عشان نحافظ على بالظبط. اللعيبه اولا ونحافظ على سلامتهم لا قدر الله، لان اي يعني لما صدقنا ان خلاص الصفوف تبدا تكتمل، نتخلص من طابور الاصابات الطويل، حتى بالظبط. كورونا كمان يعني محمد محمود كان راجع، مصطفى كان موجود، تم استبعادهم من السفر لجنوب افريقيا بسبب كورونا، فيعني عشان حفاظا على سلامه اللاعبين وكمان نوفر لهم اقصى درجات التركيز، اللي عايز يشجع اللي عايز يساند النادي الاهلي اللي هيتمكن من حجز الملعب ان التذكره ان شاء شاء الله. الله يكون موجود يوم الجمعه، اللي مش هيكون موجود زي ما عملنا في مونديال الانديه دعواتنا ومساندتنا وقلوبنا قلبا وقالبا مع النادي الاهلي اللي عودنا ان شاء الله انه دايما بيفرحنا ودايما بيسعد الالاف، مش في قطر بس ولا في الخليج، لكن في كل مكان بيروحوا. واعتقد ان كل الناس شافت شعبيه النادي الاهلي في جنوب افريقيا في كل مكان بيروحوا، الحمد لله حاجه يفتخر بيها كل الاهلاويه، ويا رب دايما زي ما قلت الاهلي يفرحنا ويرجع باذن الله السوبر، وتكون قطر والدوحه ويكون وشنا إن شاء الله حلو يا رب دايما على النادي الاهلي. بإذن الله. طيب، هل تم طرح التذاكر خلاص ولا لسه في بعض الإجراءات عشان يتم الطرح يعني؟ لسه حتى الان جاري الاعداد الموضوع عشان يعملوه بشكل مرتب، ويمكن ان شاء الله خلال الساعات اللي جايه هيتم الاعلان بشكل رسمي بعد انهاء كافه الترتيبات. تم التنسيق في كل الامور مع وزاره الصحه العامه هنا في قطر اللي وضعت بعض الاشتراطات، يمكن لن يكون مسموح لحضور المباراه سوى للناس اللي واخده لقاح كورونا، ومش جرعه تمام. واحده بس، لا، اللي واخدين جرعتين، حتى كمان اللي كان اصيب بالفيروس وخف الحمد لله من الاصابه لمده 9 اشهر قبل موعد المباراه يوم 28 هيكون مسموح ليه يدخل. فان شاء تمام. الله الامور تبقى سلسه والامور سهله، وفي تسهيلات كبيره جدا للجمهور، كمان هيكون ممنوع ان اي تجمعات اي حاجه حفاظا على سلامه النادي الاهلي وحفاظا على اي حد هيكون متواجد في دائره هذه المباراه، فان شاء الله تخرج الامور على خير. والحقيقه جمهور النادي الاهلي هنا وفي كل مكان معودنا دايما انه بيضرب المثل في الالتزام في اتباع التعليمات، واعتقد ان كل الناس كمان تشهد بده من خلال بطوله كاس العالم للانديه، لحد انفانتينو رئيس الفيفا اشاد بشكل خاص واختص جمهور النادي الاهلي طبعا. بالاشاده من خلال تشجيعه المثالي، من خلال التزامه، من خلال تعاونه مع السلطات الامنيه وايضا السلطات الصحيه، حتى خرجت الامور الحمد لله ما كانش فيه ولا اي اصابه في بعثه النادي الاهلي بكورونا بعد ما وصلوا الحمد لله من اللعيبه تحديدا الحمد والجهاز لله. الاداري، بغض النظر عن كان الاصابات اللي كان حصلت في البدايه للعميد محمد مرجان، بالظبط. لكن الحمد لله يمكن شفت بايرن ميونخ حصل عنده حاله اصابه لمولر،
واضطر ان هو ما يلعبش المباراه النهائيه، لكن النادي الاهلي الحمد لله كان مسيطر وكان قافل طيب الامور. اعتقد ان وجود الكابتن محمود الخطيب كمان هو هيدي اضافه ويدي شكل مميز لبعثه النادي الاهلي ومزيد من الالتزام واظهار صوره النادي الاهلي بافضل شكل ان شاء الله. يا محمد انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات والمعلومات القيمه جدا جدا استاذ محمد الجزار الناقد الرياضي الكبير واللي كان معانا عبر سكايب من الدوحه عشان يطمننا على كل الاستعدادات اللي بتتعلق باستقبال بعثه النادي الاهلي. بنشكره شكرا جزيلا، نورنا وشرفنا. طيب فاصل، هنروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل اخر فقرات حلقه الترند النهارده. يلا بينا. طيب اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نشوف تفاعل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقه النهارده، وهو كان عباره عن رساله حابين توجهوها للجهاز الفني ولاعبي النادي الاهلي عقب التاهل على حساب صن داونز لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا. المايسترو قال لك ايه؟ قال لك انتوا بتلعبوا في احسن نادي، دي الرساله بتاعته للفرقه، انتوا بتلعبوا في احسن نادي في العالم والعشره يا ابطال، وان شاء الله قضيه جديده باذن الله، الاهم البطوله ان شاء الله. محمد دياب قال قدر الاهلي ان يكون دائما الاول، عودت جماهيرك على ذلك، الاول في الرياضه والقيم والمبادئ وفي الاداره، منافسينك يحبوا خلفك وانت تطير بصاروخ. ماشي، كلام حلو جدا من الاستاذ محمد. خلينا نروح لمحمد سيد. على قدر حبنا لكم نثق بكم، وعلى قدر ثقتنا بكم نطمح. كلام جميل. شاديه احمد قالت انتم ابطال، انتم رجال الاهلي بالروح العاليه، هتحصدوا باذن الله السوبر. دي كانت بعض الرسائل من جمهور النادي الاهلي لفرقته، فرقه النادي الاهلي قبل مباراه السوبر ان شاء الله، وبعد كمان التاهل لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا، واكيد الرسائل كلها مهمه ان شاء الله باذن الله. نتمنى للنادي الاهلي كل التوفيق في الفتره المقبله، بدايه كمان من يوم الجمعه وعندك بقى مباريات كتير سواء في الدوري في الكاس او دوري ابطال افريقيا، كلها بطولات مهمه طبعا، وان شاء الله الاهلي يكون موفق فيها. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند، ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج. استنونا، الى اللقاء.